التحاق هذا المسؤول القضاء الجديد بعد ذلك بمقعده والامر بتحرير كل ما راج في هذه الجلسه بمحضر للرجوع اليه عند الحاجه. عندك هذيك الجديده انا مسرع بالثقه المولويه الساميه وذلك لتعيين وكيل للملك في هذه المدينة العزيزة من وطننا الحبيب، وأعتبر هذه الثقة المولوية السامية بمثابة تاج أضعه فوق رأسي، وهذا سيجعلني أعمل كل ما في جهدي رفقة الطاقم القضائي والإداري لهذه المهمة العامة، وذلك من أجل خدمة الصالح العام وتقريب القضاء من المواطنين، وأتمنى أن أكون عند حسن صاحب الجلالة أمير المؤمنين دام له النصر والتمكين، وأتمنى أيضا أن أكون عند حسن تطلعات المواطنين والمواطنات في هذه المدينة العزيزة من وطننا الحبيب. بمناسبة نصيب رئيس المحكمة الابتدائية من إدارة، أنا جد سعيد بهذه الالتفات المولوية وتجديد الثقة في شخصي المتواضع، وسأعمل جاهدا إن شاء الله على تعزيز الثقة في القضاء والعمل على تجويد العمل القضائي بهذه الدائرة القضائية من خلال التواصل المستمر مع جميع مكونات العدالة ومع المجتمع المدني ومع السادة المسؤولين بهذه الدائرة المجيدة. المسؤول القضائي مهنة جد مسؤولية جد جسيمة تتطلب خبرة وكفاءة وتكوين رصيد من خلال وتدبير جيد للمنتوج القضائي.